برنامج دعم الابتكار التعليمي، بيئة متخصصة في مجال الابتكار والإبداع، ينفذ في مرحلته التجريبية في 4 مدارس بمحافظة مسقط، بواقع حصة دراسية أسبوعية في حاضنات علمية متخصصة. عمليات تحويل الطالب من مستهلك للمعرفة إلى منتجها في إطار نظام ابتكاري وطني فعال يقف بين المنجز والتطلعات. الطالب ركيزة هذا البرنامج نحو خارطة الطريق المبنية على المعرفة، معرفة علمية، الابتكار، الاكتشاف وتقييم الأفكار حاضنتها. أفرزت بعد 2 عامين مبتكرين عمانيين واعدين. شركتي هي عبارة عن مشروع صغير منزلي مكون من 3 أشخاص، نقوم بأعمال التصميم والمونتاج، وبدينا بعام 2012 ونطمح بأن تكون الشركة شركة عمانية كبيرة على مستوى السلطنة. مروان الصالحي يتحدث عن ابتكاره إعادة تدوير البلاستيك. هنا تستعرض وفاء البلوشية برنامجا مبتكرا لتنفيذ عمليات التخطيط، عمليات نفذها ماجد وزملائه فأنتجوا من خامات البيئة جهاز التكييف هذا. عندما كنا في مركز التسوق فشهدنا كم من الجهد الذي يبذلونه في دفع العربة، وكم من الوقت الذي يبذلونه عندما يكونون في محل جديد لم تفتح من قبل. لهذا جتنا فكرة أن نسهل هذه العملية عن طريق دفع العربة بجهاز السيارة الإلكترونية. زيارة رئيس المجلس البحث العلمي صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد أكد فيها على توجيه السياسات التربوية نحو المفاهيم والمهارات الابتكارية البحثية، مع ضرورة العمل المشترك نحو دفع المنتج الابتكاري إلى السوق الاقتصادي.